يا مسهلا، حياكم الله. دقيقة دقيقة، خلوني أقول لكم قصتي. خذتني أم عبد الله من السوق عشان أكون جزء من جهازها، يا حبي لها. قلتني معها من مكان لمكان. صح حزت بخاطري يوم حطوني بالشنطة، بس يلا تمون. أنا أول من سكن معها حتى قبل عيالها. يوه يلا حصل خير. يا هلا يا هلا. طيبت عزايمها وجمعاتها من سنين، رمضان والأعياد حتى ترمس الموية. مرة بخور، مرة معمول، مرة مستكة، على حسب مزاج أم عبد الله. أنا وأم عبد الله عشرة عمر، وعشنا كل شيء مع بعض. يا سرعة الدنيا، هذه بنتها اليوم نبخرها عروس. أم عبد الله بدت حكايتها بهالبيت وعاشت قصة حتى الأشياء تذكرها. والحين دورك تتملك بيتك وتبدأ حكايتك مع التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي. تملك بيتك وابدأ حكايتك.